الكاتبة حنان عابد ذكرت في إحدى مقالاتها أن الحب والمحبة في مكان العمل منهج حياة وإدارة، فما نمضيه في مؤسساتنا ومكاتبنا هو فعليا أكثر مما نقضيه في منازلنا ومع عائلاتنا. هنتكلم عن هذا المفهوم الإداري بشكل مفصل مع ذكر بعض أساليب المديرو أو مديرو المؤسسات، خلينا نقول، لتطفيش الموظفين. يسعدنا بأن نرحب معكم مشاهدينا في استوديو سيدتي بالأستاذ أشرف العيد، مستشار موارد بشرية. أهلا وسهلا بك أستاذ أشرف. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم يعني، وشكرا لكم على الاستضافة. وشكرا لوجودك معنا. يمكن قبل الهواء قاعدين كده ناخد وندي في الكلام عن هذا المفهوم، الإدارة بالحب، ما هو هذا المفهوم؟ طيب، الإدارة بالحب ممكن تفهم على أكثر من وجه. ممكن وجه الحب والعاطفة هذا جانب، ولكن مش هذا اللي نتكلم عنه. الإدارة بالحب هي الإدارة المبنية على الاحترام، مبنية على التسامح، مبنية على المساواة بين الموظفين بغض النظر عن العرق، اللون، الأصل. وكذلك الاهتمام بالموظف وتطوير الموظف، هذه كلها ناتجة من محبة الشخص إلى الموظف، من محبة إلى إدارته، محبة إلى شركته. فهي تحت، يعني تسقط تحت سقف الإدارة بالحب. ممتاز. طيب أستاذ أشرف، خليني أخذك شوية إلى عمق مفهوم الإدارة بالحب، عشان يمكن كثير من المشاهدين أن يعتقد الإدارة بالحب هي أني أنا أصنع علاقة خاصة مع الموظف وأسولف معه في أموره ويسولف معي وتفتح الأبواب ونكون زي ما يقولوا بالعامية نمون على بعض. نعم. هل هذا المقصود، بحيث أن أنا أحس أن في إدارتي ومديري أن لا توجد حواجز، لا توجد خوف، لا يوجد قلق، أم هناك مفهوم يروح إلى بعد التفاهم والتفهم الإنساني؟ أوكي. هو لا شك أنه هو يتعلق يعني يصب في التفهم الإنساني. العلاقة بين الموظف والمدير تكون تحت سقف الاحترام وتبادل المصالح الإدارية في العمل. الموظف محتاج يرتقي في عمله ويتقدم، المدير يحتاج أن ينجح في تحقيق أهدافه. صح. مين حيحقق أهدافه؟ هو الموظف الصغير. إذا كانت العلاقة ما هي مبنية على الاحترام أو الحب، فبالتالي لا هذا حيستفيد ولا هذا حيستفيد، والمتضرر في النهاية الأخير هي الشركة. نعم. اللي من الموظف الصغير. هل ستتأثر الإنتاجية إذا ما كانت هناك إدارة بالحب؟ يعني مثلا نقول إنه المدير شديد، القوانين صارمة، التعامل بالأرقام وبالقواعد، هل هنا نتوقع إنه الإنتاجية تتأثر، الموظفين راح يتأثروا لأنه لا يوجد هناك إدارة بالحب؟ لا طبعا، الإدارة بالحب وهي الاحترام والتبادل المصالح مثل ما تكلمنا. إذا كان المدير يتعامل بقسوة وبعدم احترام، لا، يجب أن يقف عند حده. طبعا الاحترام ده أساسي. طيب. نعم. والموظف إذا كان أقل في عمله فبرضه يوقف عند حده. الإدارة أو مفهوم الإدارة الإنساني هو أن أنا أساعد الموظف عشان يحقق أهدافه، مو أتركه لحالة كيف يشتغل. أنا لازم أعطيه التولز، الأدوات اللي تساعده أن يحقق أهدافه، فبالتالي أنا أحقق أهدافي. فكل الموضوع كله مرتبط ببعض، وكله بالعلاقات الإنسانية والاحترام والود والحب في 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 الإدارة وفي الشركة. نعم. طب أستاذ أشرف، في مقولة كانت مشهورة تقول مثلا الموظفين يتركون المدراء لا يتركون الشركات. أنا ما أستقيل لأن الشركة سيئة، أستقيل لأن مديري خلص وصلني لآخر حل ممكن وهو الكي أني أنا أقدم استقالتي وأمشي. ولكن أحيانا القطاع الخاص بالذات في الشركات يترك الصلاحية الكاملة في يد المدير في أنه يحفز الموظف أو زي ما بيقولوا بالعامية يطفش الموظف. هنا هل الإدارة بالحب هي خيار متروك للمدير بعيدا عن قرار الشركة؟ وأحيانا ممكن، هل ممكن تقف الشركة عائق في هذا الأمر؟ يعني على سبيل المثال إذا جينا مثلا كلمنا والله الإدارة بالحب يعني أنا أصنع علاقة مع موظفيني، أخذهم مثلا غداء كل شهر مرة، تجي الشركة تقول لك فلوسي يبا، قاعد تغنديهم، هم اوريدي ماخذين رواتبهم. انا اعتقد من وجهه نظري واحتاجك تصحح لي، الاداره بالحب هي قرار الشركه وليس المدير، هل هذا الكلام صحيح؟ هي مفهوم، هي مش قرار، هي مفهوم. اذا كان صاحب الشركه في الاساس يؤمن بالمساواه وبالعدل وبالاحترام ويبغي يطبق الكلام هذا في الشركه، حيعم الجو هذا. اذا كان صاحب القرار وهو صاحب الشركه ما يؤمن بالامور مهما الموظفين والمدراء عملوا في الاسفل، ما في تشجيع، فبالتالي راح ينتهي مع الوقت. عودة على سؤالك، إذا كان الموظف يهرب بسبب المدير،
من الأساس المفروض الموظف ما يهرب. ليش يهرب؟ أنا عندي مشكلة مع مديري، ما عندي مشكلة مع الشركة، الشركة هي اللي تدفع راتبي. بس الشركة تارك الصلاحية كلها في يد المدير. لحظة، صحيح في بعض الشركات ما يبغى يسمع وما يبغى الهدك وما يبغى الفوضى ويخلي عند المدير، ولكن المدير كان عنده موظف، كان عنده أشرف، وأشرف طفش، راح مكان ثاني، جاء واحد ثاني وطفش، وجاء واحد ثالث وطفش، إلى متى؟ فمعناته المشكلة في المدير، وما هو قادر يطبق أو يندمج تحت الإدارة بالمساواة والاحترام والحب. فالمفروض المدير هذا هو اللي يتشال. بس بعد ما نكون خسرنا كم موظف؟ إذا كانت الإدارة فيها كل المقومات اللي ما تسمح للمدير أنه يؤذي الموظف ما حيكون فيه. لكن إذا كانت الإدارة سايبة أكيد. طب أدينا أمثلة على ذلك، أدينا أمثلة كيف ممكن المدير أنه يطفش موظفيه. أوكي، ممكن يكون عندي موظفين اثنينهم شطار واثنينهم يؤدوا العمل واثنينهم ما عندهم مشاكل واثنينهم محبوبين ومحترمين، ولكن واحد ينجز العمل بشكل أسرع ويروح إكسترا مايلز، يروح إلى أبعد من الهدف اللي موضوع له. اثنينهم ينتجون بس هذا يروح إكسترا مايل. أنا ممكن أكافئ هذا وأكافئ هذا، بس أكافئ هذا بشكل أكبر مع احترامي لهذا ومع محبتي لهذا ومع عدم تقليل شأن هذا. صحيح، حيث استمر. لكن إذا أنا كافأت واحد وتجاهلت واحد رغم أنه مؤدي دوره حتصير مشكلة عندي. صح. طب أستاذ أشرف، لما نيجي نقول الإدارة بالحب، الإدارة بالحب هي التفاهم، هي الاحترام، هي التعزيز والتحفيز. لو استخدمنا مصطلح الإدارة بحب في القطاع الخاص، وخاصة في الإدارات اللي تشمل بنات، وإذا كانت مثلا إذا كان التيم بنات والمدير رجل. ما تحس أنه ممكن تضع مشكلة في المفهوم الإداري هنا؟ إذا كان الشخص، مع احترامي لكل شخص مفكر، يعني إذا كان بينظر لمسألة الإدارة بالحب هي العلاقة العاطفية، فهذا مفهومه محدود. صح. وإذا كان حيفهم أن الإدارة بالمساواة والاحترام وكذا، أحيانا أستاذ أشرف المشكلة مش في المدير، قد يكون المدير هو جاي من بيئة عمل أخرى تؤمن بالإدارة بحب، وانتسب إلى شركة مثلا ما كان عندها هذا المفهوم، فبدأ يمارس التعزيز والاحترام والعلاقة الإنسانية. يعني جاي مثلا شاف الموظفة ما شاء الله تبارك الله عباتك جدا أنيقة اليوم، يذكرها بحسن نية كامل، لأن البيئة ما كانت مستوعبة هذا الموضوع. البنت استاءت، قالت إيش فيه هذا؟ طبعا تحرش ده، إيش فيه هذا؟ في بقى هي على حسب الأسلوب والسلوك والصياغة والمستقبل، لها أشياء كثيرة عشان تصنف كتحرش. أو خلينا نبعد عن هذا الأمر، أنجزت البنتين، واحدة أنجزت زي ما تفضلت إكسترا مايل، يعني تسوي الدور أكثر، وجاء قرر المدير في وقت الزيادات يزيدها، يعني أنت تستحق الزيادة في الراتب. مجتمع النسائي في الشركات يقول لك إيش معنى زادها هي؟ شفتوا؟ زاد فلانة. طيب. ما زادوا رغم أنهم هم نجحوا كذا وأدوا دورها، بس زاد هذه ما زاد هذه. مفهوم الإدارة بالحب والتعزيز في أوساط البنات أعتقد قد يسبب مشاكل. ممكن، ولكن أنا بسقط على نفسي، ما بقيس على الآخرين عشان لا أتهم أي حد. لما أروح إلى شركة جديدة أول مرة أجي فيها، ما حدا يعرفني، وتعامل عندي مجموعة من الموظفات، وجي أقول للموظفة هذه ما شاء الله عليك عباتك جميلة اليوم، ممكن تنظر لها كتحرش. لكن لما أشوف الموظفة الثانية وأقول لها ما شاء الله وجهك منور اليوم، ما شاء الله نشيطة، وأشوف الموظفة الثانية وأعطيها كلمة جميلة، أعطيها أشياء إيجابية فتخرج من إطار الخصوصية. يس. البنت إذا شافت أنا أتعامل معها هي فقط بشكل خاص، طبعا ممكن يؤدي الموضوع إلى مفهوم أنه علاقة وتحرش إلى آخره، لكن إذا كنت أنا مع الجميع وعلى مرأة من الجميع، فأكيد النية ما هي تحرش ولا حتفهم بصيغة التحرش. طيب أستاذ أشرف، يعني كونك مستشار في الموارد البشرية وأكيد شفت إدارات كثير وكذا، هل إدارة السيدات تختلف عن الرجل؟ يعني المرأة المدير تختلف عن الرجل المدير؟ هل المرأة المدير بالفعل صارمة وحازمة وتبتعد عن الجانب العاطفي عشان لا يقولوا عنها لأنها مرأة ممكن تواصلت مع جانبها العاطفي فتلاقيها أكثر شدة وحزم من الرجل؟ أنا صادفت النوعين في العمل، صادفت الإنسانة أو المرأة اللي تحتضن العنصر النسائي كامل لدرجة أنهم ينادوها أمهم، هذه موجودة، كانت تدافع عن الموظفين، تحافظ على الموظفين، تحترم الموظفين، تطلع مع الموظفين،
كل شيء مع الموظفات عفوا. موظفات نعم. ولقيت النوع الثاني اللي هو نعم انا عشان لا ينظروا لي ان انا انسانه ضعيفه لازم اكون شرسه، لازم اكون شريره، لازم اكون قاسيه، بس انعكس على الموظفات فبالتالي هي طلعت الموظفات بخيل. دائما في الاداره لما يكون انا عندي مشكله مع القائد او المدير، هل انا اتخلص من القائد واخلي الجيش بدون قائد، والله اتخلص من الجيش عشان احافظ على القائد؟ الأسلم أني أتخلص من القائد مهما كان جيد عشان أحافظ على الجيش عشان تمشي الأمور. مظبوط. طيب أرجع لك أستاذ أشرف عودا إلى قضية العمل بإدارة أو بالإدارة بحب. يمكن موظفين كثير الآن يشاهدون يقول لك الله يخليك لا تحبني ولا حبك، عطني حقوقي، عطني نظام واضح، عطني مهام واضحة، أنتوا أصلا يا القطاع الخاص، أنتوا شركات تقع لرغبة أصحابها، أنتوا في الرواتب، وأنتوا ما في مهام واضحة، وكثير من الأمور. هل ممكن الإدارة بحب تعالج هذا الجاب إذا كان موجود في الشركة؟ أنظمة غير واضحة، ما في جوب ديسكريبشن، ما في مرجعية إدارية دقيقة، وكل هذه الأمور، بس جاي مدير يدير بحب وكل هذه الأمور ضايعة. ما حيقدر طبعا، أكيد إذا ما عنده المقومات. أنا ممكن أدير الإكس من الناس بالحب وأحترمه وأقدره، بس ما أنا قادر أقيمه تقييم المناسب، فأنا ظلمته، فما نفعت الإدارة بالحب. إذا ما كان فيه كل المقومات اللي تساعدني أن أنا أنجز عملي ما تنجح الإدارة لا أبدا. هل ممكن الموظفين يستغلوا هذا الموضوع، المدير الذي يعاملهم بمفهوم الإدارة بالحب، إنه يستغل هذا الموضوع وهذا الجانب، إنه والله المدير طيب، أنا لو قلت له كده حيتفهم وضعي الإنساني وأستغل هذه الناحية تحديدا؟ طيب احنا ممكن أضيف لك كلمة على الإدارة بالحب والذكاء. طيب المدير، أنا ممكن يجيني شخص ويعطيني أنه هو تعبان وأنه هو مريض وأنه هو عنده أي شيء ويأخذ اليوم إجازة وما راح أخصمها عليه بالضبط أساس أن أنا أحب الموظف، ثم بعد فترة يجي، فنفترض المرة الأولى قال لي أنه جدتي توفت الله يبعد عنه الجميع وخليته يروح، وبعد فترة جاب عذر آخر، ثم بعد 6 شهور جاء قال لي جدتي ماتت. طيب ماتت قبل 6 شهور، يا كيف ماتت الحين؟ فالهدف من المثل هذا أن المدير لازم يكون ذكي، لأن الموظف دائما ذكي، دائما يجد مخارج، دائما يجد شيء يعني فراغات، أو يجد أشياء ممكن يستغلها لصالحه، مش لأنه سيء، هي عادة جرت في الموظفين. فالمدير لازم يكون ذكي ومنتبه برضه ومحافظ، ولو اكتشفت كده مش شرط أن أنا عاقب الموظف، ممكن أحرجه بالأسلوب الجيد، بالتعامل الجيد، بالكلام الجيد، ويستحي وينحرج وما يعيدها تاني. ممكن أقصي عليه ويسويها في مكان آخر وفي مكان ثالث، ما حل المشكلة يعني. طيب أستاذي مثلا لوهلة كذا حسيت أن المدير المتبني للإدارة بحب قد يظهر أمام فريقه أنه قائد ضعيف، صح؟ هذا عاطفي، هذا مرة طيب، حباب، عادي بتقوله بيمشي الأمور. وما في مدير أو قائد أو صاحب منصب يقبل أن يكون انطباع فريقه عنه بهذه الطريقة. صحيح. إيش الشعرة الفاصلة بين القائد الحكيم اللي يدير بحب وعقلانية وحزم في نفس الوقت، وبين المدير الضعيف اللي معتقد عن نفسه أنه هو يدير أوكي. بحب؟ ممكن أكون أنا موظف، عفوا مدير، شخصيتي ضعيفة وماني قادر أحكم الموظفين وماني قادر أدير المكان ومأخوذ الفكرة عني هذه والأمور سايبة، ولما يقع الموظف في خطأ يعاقب العقاب العادي وممكن بعدين أشيل العقاب وأساس أني ما أحرج. وفي المدير اللي يحب الموظفين ويحترمهم ولا آخره ويعطيهم كل المقومات عشان يؤدوا عملهم، بس لما يغلط الموظف يقف معاه ويتكلم معاه ويشرح له ترى أنت أخطأت المرة هالمرة، أوكي المرة الجاية لا، ما أقل في تقديره، ما أقل في حبه، ولا أقل في أي حاجة، وعلمه زيادة. ففي فرق بين الاثنين، يعتمد على الموظف وعلى المدير وعلى الإدارة بشكل عام. طيب أستاذ أشرف كسؤال أخير أحتاج منك الآن، أنت الآن أمامك يسمعك الآن كل قائد وكل مدير موجود في منصب سواء في قطاع خاص أو في غير من القطاعات، إيش هي النصائح الأساسية اللي يبدأ يستثمرها أو يبدأ يتبناها عشان يحول إدارته إلى الإدارة بحب؟ أوكي، أول حاجة لازم يكون هو متصالح مع نفسه في الأساس الشخص. ثانياً لما يجي إلى إدارة جديدة أو إلى موظفين جدد، كثير من المدراء مع احترامي لهم يجي يغير الطاقم هذا كله، يجيب طاقم هو اللي يعرفه. صحيح صحيح. طيب هذا خطأ، الموظف اللي شلته أنت أو اللي أنهيت خدماته ما هو سيء،
كونك انت ما تعرفه اتعرف عليه، اشتغل معه، لو طلع انسان سيء مع المحاوله والمحاولتين بدله بعدين. هذا واحد، ممكن الموظف يحترم الموظفين ويتعامل معهم وما يغير على اساس انه تبدا الموظفين تثق فيه، لانه هو قبل ما يجي الموظف عنده بعبع، هذا مين اللي حيجي يعني، ما نعرفه ولا نعرف شخصيته لا نعرف كيف يتعامل، فهو اللي يقدر يكسب الاحترام والثقه من الاخرين. اثنين، انه لما بيجي يعاقب مع احترام الانسان اللي امامه، مش الموظف، الانسان. لو كان من اي جنسيه، لو كان في اي وظيفه، لو كان ايش ما كان، صح، يحترم، حقه علينا انه يحترم. والموضوع الاخير انه هو يكون يمشي مع الفريق لاداء النتائج ولتحقيق النتائج الكليه، يعني يشتغل معاهم مو يشتغل يحط يده معاهم. نعم، جميل، صح. استاذ اشرف العيد، مستشار في الموارد البشريه، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم، ما قصرت. شكرا لكم مشاهدينا، باقي فقراتنا مكمله معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، صراع السلطه بين الزوجين وما هي ابرز الحلول،